ادخل الجيم حق الفندق وفي بسة محجوزة هنا ما ادري ليه. معنا الكابتن علي المسؤول، ان شاء الله يعطينا برنامج غذائي لشد الجسم وتمارين شهرية ان شاء الله. ويقول في البداية لازم اعمل على الجهاز هذا قبل ما ابدا التمارين عشان يعطيني خطة على طول. حنقلع الحذيان بعدين نطلع على الجهاز عشان نحسب الشحوم والدهون والعضلات ونسبة الجسم مع الكابتن. طلعنا على الجهاز اخذ البيانات كاملة والان يعمل عملية طباعة لها وقاعد يكتب لي برنامج حتى طبقه عندي هناك في السعودية، يعني برنامج يوم هنا وبقية الايام حتكون في السعودية. هذا تقريري اللي طلع من الجهاز الحين الانبودي واللي قاعد نشتغل عليها مع الكابتن هنا ان شاء الله. برضو الكابتن ما شاء الله يعطي تواصل عبر عنده ناس في امريكا عنده ناس في السعوديه يعطيهم استشارات عبر الواتساب وتمارين ويغير الاكل اسبوعيا وتنشيف وتجفيف وبروتين. والله يعطيك العافيه كابتن، ان شاء الله تكون معانا ان شاء الله باذن الله. انا ببدا معاك واذا شافوا جسمي طلع كويس حيجيك السعوديه كلها ان شاء الله. بدينا مع الكابتن وما شاء الله بدنا نشوف النيل قدامي ما شاء الله تمارين حلوة، بس لا اطيح على المشاية هذه، احسب لك السعرات الحرارية ان شاء الله نبدأ. الحين خلصنا التمرين الصباحي حدود الساعة 11 وطالعين على الفاكهة المصرية الرهيبة هذه نسولف واقول لكم عن بعض الاماكن السياحية في مصر اللي ما الغرفة هنا ممكن تلاقيها ب 250 جنيه اذا انت شاطر. بقول لكم 50 محل او 40 محل مفروض ازورها ما قدرت في القاهره، بس القاهره بس سبب الفاكهه عندهم يا جماعه جنان. شوف الجواف والله ريحته تشمم مسافه، اليوسف افندي، الفول السوداني، الشاهي جلسه على الايباد هنا تتصفح حياه تقرا جرايد. اليوم الاعلامي الكبير المقدم في الاذاعه المصريه في التلفزيون المصري حق الاخبار محمود حسن حدث انا وياه ويعمل لقاء معانا بسيط وحيكون نازل في جريدة الرأي حق اللي هو رئيس تحريرها، وحيكون لقاءنا اليوم إن شاء الله لدعوة في شرم الشيخ وعندهم مهرجان كبير يبغوني وحقابل حق جمعية المورينجا المصرية الدكتور ومجموعة من المهتمين الأطباء حق المورينجا وعندنا شوية حاجات علاقات بسيطة للتعاون. اتصلنا على الشركة اللي بتجيب لنا الكرسي المتحرك هذا يجيني إن شاء الله الفندق ونسلمه للرجال اللي اليوم الحمد لله فضل الله السوري اللي قلت لكم اليوم برضه انحلت مشكلتهم بفضل الله ثم أفضالكم. الكابتن اللي قبل شوي تمرنت معاه يا جماعه علمني حاجات ما تتخيلها، وتمارين كيف تنفخ العضلات، كيف تنشف، كيف تبعد الكربوهيدرات، كيف البروتين، تكنيكات كنا ماخذينها بالفهلوه، نتمرن وما ندري كيف التمارين ولا كيف نصلح وما ادري ايش، ومهما تمرنت ما تستفيد اذا ما طبقت تكنيكات معينه. صراحه العلم بحر، وعلم كمال اجسام هذا والطاقه والتمارين وشد العضلات والتنشيف والكربوهيدرات والبروتين قصه عجيبه وعلم ما تتخيلونه. الأماكن اللي زرتها مثلاً المتحف الوطني وارسلت لكم صور وحقه اللي في هنا في ميدان التحرير والأهرامات وخوف وخفرع ومنقرع، كنا حتى لقوا في قناة مفاتيح التفاصيل كاملة حولها اللي يبغى يرجع لها مثلاً اللي ما شاف الأشياء هذه. عندهم 99 أو 100 موقع في القاهرة، ببدأ بأول واحد. أول حاجة قلعة صلاح الدين، وهي قلعة بناها صلاح الدين عام 1176 تقريباً، وفيها المسجد المعروف حق صلاح الدين، وهذه صورتها عشان تكونون في الصورة. والثاني برج القاهرة اللي بني عام 1961 تقريبا، طوله 178، في الليل جميل وفي النهار جميل جنب نادي الأهلي وكذا وموقع ممتاز. برضو جامع محمد علي باشا يعتبر يعني مزار ممتاز الجامع هذا والقصور حقه والبيوت ودفن في المسجد. متحف الحديقة الأثري ما شاء الله وجمع فيه التيجان والعمدان الأيوبي والمملوكي، وفرصة للواحد يزوره حيجي مجموعة من الحضارات. عاد الأهرام وطولها والأنفاق حقتها وكم تمشي منحني وكم زي ما قلت لكم يوم زرتها، لكن أهم شيء أبو الهول اللي كان موضوع الأسد موضوع الحراسة. برضو مراكب الشمس اللي قال عنها اللي يشرح لي ذاك اليوم، المراكب اللي شالت الجثة من كذا حتى وصلها للهرم يسمونها مراكب الشمس، هذه صورتها.
عونية ولبسهم وكفيز التحنيط ورق البردي وأشياء كثيرة، كأنك رجعت آلاف السنين، 2500 سنة قبل الميلاد. اللي يقدر يزور القرية الفرعونية كويس برضو الواحد ما يفوت حدائق الأزهر، مساحتها يعني موضوع على 30,000 فدان، فيها نخل، فيها حاجات جميلة، اللي يلاقي فرصة يزرق زرقة لا مانع من زرقة. برضو خان الخليلي ممتاز، وفي مقاهي شعبية، وفي أدباء وجلسات ومطاعم، والجلسات الشعبية له 600 سنة تقريبا هذا المكان. البارح اكلت كشري يعني 4 ريال، صحن كبير ومدري وسلطات ومدري ب4 ريال. جربوا الفطير المشلتت، الكباب، الحاجات. اقول لكم حكيم الشارع، والله قابلت مصري عمره يمكن 65 سنه، فيقول لي وانا صغير عمري 16 17 كنت بدخن وبحشش وبتاع كل خراب وكل حرام. يقول ابويا كان يعرف الاشياء هذه، كان يقول لي يا ولدي سيب الدخان، يقول لي والحاجات التانيه، قال لا معلش اهم حاجه. يقولوا كبرت، صار عمري 20 تركت حاجة، ما جاء عمري 30 أو 25 تركت كل حاجة إلا الدخان الملعون. شوف عمري 65 سنة ما زال الدخان ما قدرت أتركه، تركت كل شيء. يقول حتى ما كنتش بصلي، صرت أصلي وما أدري، الحمد لله أنا صار يصلي، لكن يقول الملعون هذا الدخان ما استطعت من بين كل. يقول الله يرحمك يا أبويا المصري هذا، يقول كان يحضرني بالدخان بس والبقية لا، وثبت أنه فعلا هو ألعن شيء في الكون اللي هو الدخان هذا، ما حد يقدر يتركه. في اللي عافاه ربي منه يا جماعة يحمد الله كثير، واللي دوبه بادي يمديك تترك الملعون هذا، والله تتركه 4000 مادة سام، ارجع قناة مفاتيح وتشوف سموم الدخان كيف. البارح تعشينا فطير مشلتت وزي ما قلت لكم ايش اسمه هذا كشري ب4 ريال، يعني كلام فاضي، الحمد لله على نعمة الله. فالأكلات المصرية البواخر اللي في النيل والاكل اللي فيها ب 400 جنيه، تدخل 400 جنيه مثلا بعد صلاه العشاء تاكل اللي تبغى وانت جالس على البواخر اللي راسيه في النيل. في عندهم اهرام كثيره غير الاهرام اللي نعرفها، زي 90 هرم. في اهرام اسمها اهرام صقاره برضو اللي يقدر يروحها ويزورها، بس انا ما قدرت اجيها، وهذه صوره تشوفونها معك. برضو عندهم هرم عجيب في دهشور، شوفوه معي غريب. برضو اللي يحب المدينة القاهرة القديمة والمدافن والتراب، وشوف البيوت اللي ساكن فيها ناس اللي برتكم أول يوم، هذه برضو مدينة ممفيس. ممفيس مدينة روعة قديمة، شوفوا الصورة. برضو تشوف القاهرة القديمة الإسلامية، مسجد عمرو العاص، الست زينب، مساجد الست مريم، مساجد كثيرة جدا إسلامية القاهرة. برضو مسجد ومدرسة السلطان حسن روعة. برضو زي المساجد الكبيرة جدا عندهم الكنائس، اللي يحب يزور الكنائس ويشوف المسيحية يقولون 17 مليون قبطي أو كان مسيحي موجود في مصر. الجزيرة في الزمالك حلوة، جاي النهر من جهتين لها وتجي لها بالقارب من هنا ومن هنا ومن هنا، جميلة. اللي يبغى يروحها بالقارب 150 جنيه لفة لمدة ساعة. برضو مسجد ابن طولون، تعرفون المماليك اللي عام 203 هجرية اللي هداهم والي بخارى إلى المأمون، وبعدين صار والي على مصر وبنى مساجد فيها. وزي ما قلنا صلاح الدين الأيوبي هو اللي طرد الصليبيين ووحد تهامة واليمن والحجاز ومصر والسودان، أتبعها الدولة العباسية، وهو من المماليك اللي كانت مع الدولة العثمانية وحكم أولاده السلاطين حكم بعده حتى جاء الظاهر بيبرس. الظاهر بيبرس هو اللي بدأ في حرب برضو مسجد عمر بن العاص مسجد ممتاز، تعرفون عمر الأصول اللي فتح مصر، ولا
عمرو بن الخطاب ولاية مصر، واستمر عليها حتى برضه مسجد السيدة زينب، يعني اللي عنده فرصة يزوره ممتاز جدا. إذا تشوف وكوبري ست وباب زويلة برضه ممتاز، شوفوا صورته معي للحين. هذا باب الفتوح معروف عنده في مصر، اللي يبغى يزور برضه ممتاز. عاد ما تكلمنا عن اسكندرية وعالمها ومرسى مطروح وشرم الشيخ والمواقع السياحية اللي على البحر وفي الجنوب وفي الشمال، يعني ألف موقع. مصر ما يكفيها شهر ولا شهرين عشان تغطي معالمها، يبغى لك أكثر من شهر شهرين. لكن أخذنا بعض المقتطفات البسيطة هنا في القاهرة، وباقي كثير يعني ما تكلمنا عن السينمات، ولا تكلمنا عن المسارح، ولا تكلمنا عن المهرجانات ومحلات الخيول، ولا تكلمنا عن المراسي، ولا تكلمنا عن النزهة اللي بالإبل وبالجمال، ولا تكلمنا عن المزارع، ولا حياة القرية، ولا العيشة في القرية، ولا أكل القرية، ولا العمل في القرية. يعني مصر فيها لا يعد ولا. الحين حيل عجوزة جالس أمشي، رحت مجموعة من الأماكن، أشوف الطبيعة وأشم ريح الملوخية هنا وأنا في الشارع، ما شاء الله. كيلو 10 جنيه الموز، كيلو واحد يعني بريالين تقريبا كيلو، يعتبر غالي بالنسبة لهم. ما شاء الله الحين على من العجوزة متوجه إلى برج القاهرة إن شاء الله على النيل. عالم الضجة على طول ما توقف. ايوه الشباب، واحد من الاخوان المتابعين يقول فيه علاج اسمه شامبيكس، والله ما ادري عن صدقه في الصيدليات. اللي يبغى يقلع عن التدخين تستخدمه لمده 3 شهور، جربوا شامبيكس. حاولت ادخل 2 اندية، حق الضباط وحق النادي الاهلي، فيها شرب شاهي على النيل، رفضوا. يقول لازم كرنيهات، لازم ناس مسجلين، يعني حتى النادي الاهلي يدخل فلوس في نادي الضباط على النيل، في خدمات الضباط، خدمات المعلمين، كل الناس، كل نقابة لها نادي له فوائد وله مميزات والمنتسبين له. الحين مبارك لو شافوها احرقوها، باقي اللوحة عليها سوزان مبارك واهل العربيات هذولا، وقربنا نوصل. جلسنا نشرب الشاي الحين على النيل مباشرة. شوفوا الاشجار المزروعة هنا في النيل. حظي يمكن زفت ولا حظي كويس، اليوم ركبت مع راعي تاكسي وانا ماشي معاه، لو واحد اتصل عليه كذا وقضيه وتخاصموا مع بعض ومدري ايش وقضيه، خفت تكون نصبه كالعاده زي ما قالوا ان خوفونا من المصريين. المهم جربت رجل في موضوع بسيط في مشوار، هو طلب 10 جنيه اعطيته انا 20 لان المكان كان قريب، لكن قلت يعني دعما له شايب وكذا. المهم قلت ايش المشكله اللي عندكم؟ قال والله واحد من الجيران اللي احنا ساكنين كان عنده سرطان، هو عامل وعنده 3 اولاد وما ادري ايش، ودخلوه في مستشفى الجيران، ما عنده لا اخوان ولا شيء. فقلنا اول شيء الشارع يقط، يقول واحد من الجيران قال لا دخلوه بعدين نقط القطه. دخلوه يقول طلع اليوم مات الرجال، وقاعدين يقول احسن الله عزاكم وما ادري ايش وكذا. طلع اجره المستشفى 3200 جنيه اللي هنا. يقول الجيران قطه، طلع القطه 1100، والباقي ما هم قادرين يطلعون عشان يطلعون جثه ويدفنونها. المهم انا مسلم وصدقت وكذا، وقلت له وين اللي عزق؟ قال في حلوان. كم يبعد؟ قال 150 كيلو. قلت هذا 200 جنيه من ذمتي لذمتك، مساهمه معكم في الجثه، في اخراج الجثه. رقم 2 لازم اجي حلوان واشوف العزاء واشوف اولاد الميت الثلاثه، ويمكن نكفل. كفالتهم 250 ريال شهريا بحوالي 1000 جنيه يعني. فانا قد كفلت قبل كذا 2 3 سنين الماضيه، الحمد لله فضل من الله، انا في رزق يمكن من الله ثم من كفالتهم. اخذت رقم السواق ولا بد اروح حلوان اتاكد، وبرسل واحد يروح يشوف حلوان ويتاكد من العزاء ويتاكد من الاولاد ويتاكد من الحاله فعلا تستحق ولا لا. وشكلي انا موعد يوميا كل يوم بقصه اجتماعيه وشحن. لا والله انها فضل واجر من الله كبير، يسوقك الله من بلد لبلد لاجل هؤلاء الايتام مثلا. مثلا عموما بخرج من هنا، انا طلبت ام علي حلا عندهم هنا اسمه ام علي، اكله لاني ما تغديت اليوم، وبطلع من هنا اسلم الكرسي المتحرك للرجال سكاي. يعني شايفين شكلي اخدع، في كل يوم تجيني قضيه ومشكله وكلني، لكن الله وكيلي اني اتاكد من الحاله قدر ما استطيع. اصور بشكل عرضي لان خلفي وقدامي من كل جهه حريم الله يفضحهم قاعدين يشيشون، فماني قادر اجيب الشاشه لا يمين ولا يسار. الله يصلح. هذول بيطلبون فلوس، يجون الفقراء ساكنين في القوارب هم وعوائلهم،
يمرون على الناس زي كذا ويطلبون منهم فلوس. ساكنين في النيل للأسف. وراي مكتبة، شوف المكتبة هذه مكتبة شوارع، على طول أي حاجة في الشارع مباشرة، ثقافة في كل مكان. وعيوشكم الحدث يعني، شوف العالم هذا الحين على النيل، العالم واقفين يتمشون وجالسين يسولفون، تسمع موسيقى أشكال والوان. وهنا شكلهم عندهم حفلة ولا هذا هو الكرسي اللي يشرنا هذا الحين، متوجه ان شاء الله للشيب الولد المشلول، والله يتقبلها. المكان ما هو بعيد، احنا ماشيين الحين كذا كيلو بس راح نوصل. جزا الله خير من ساهم فيك. السلام عليكم. خلاص ولدك حيتبسط الحين. قول جزاكم الله خير اللي جابوه. وانت اتصلت به كل خير، الله واللي عملها هو جزاه الله خير، الله يبارك له، الله يبارك له لابنك ان شاء الله. ومعايا برضه فلوس هنا بعطيك، ها هذه فلوس معاها، يلا ان شاء الله يفيدكم وينفعكم. يلا السلام عليكم. الف 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 شكر. الله يحييك. جيت اقطع الشارع ما قدرت، جاء عسكري مسكني بيدي وقال لي قوي قلبك، ومسكني وقطعني الشارع. هم بيوقفوا، والله وقفونا ما قصروا. فرصة سعيدة، مذيع ومقدم ومنتج. أنا سعيد جدا، وتهدي لي كتاب برضه. الله يحييك ويحفظك، أشكرك والله. قدور الأسماك هنا في مصر، أحسن محل أسماك في مصر. موسى اللي انشطر عليه البحر اصبحت نص سمكة، شوف زين نص سمكة ما شاء الله. فين الجيز؟ حتى الجيم والاصداب.